السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، اخواتي الغاليين، احلى واجمل اخوات في الدنيا واحلى واجمل اخوات على المجرة. اخباركم ايه؟ يا رب دايما بخير وبصحة وهنا وسعادة. بشكر كل اخواتي اللي بيطمنوا عليا. الحمد لله تعبانة شوية طبعا من الخياطة عارفين، والحمد لله لسه بتعافى، بس الحمد لله احسن. محتاجة دعاكم، ادعوا لي كتير، ربنا يا رب يكمل شفايا على خير ويشفيني ويشفي كل مريض. ويلا بينا النهاردة نتكلم عن فيديو مهم جدا، مطلب جماهيري حرفيا. مين فيك يا بلد ما وقفش قدام الحوض يغسل مواعين، يغسل حاجة والحوض اتسد منه؟ عاوزين حاجة تكون آمنة، حاجة تكون سهلة يا رشا لتسليك الحوض، اللي هي المشكلة اللي مفيش واحدة قاعدة بتتفرج علينا إلا وهي بتواجهها حرفيا. قبل ما نبدأ في الفيديو هتحطي لايك بالله عليكي، نسلك يا جماعة، أنا تعبانة وعاملة عملية زي ما انتم عارفين، والريتش بتاع القناة وقع، فمفيش حاجة هتظبطه غير التعليقات واللايك. طبعا في ناس ما شاء الله قمر، دول عارفين نفسهم، وفي ناس تانية بتكسل، بالله عليكي لايك عشان ترفعي لي الفيديو. هقول لك 6 طرق، في طرق طبعا هتكوني عارفاها وفي طرق مش عارفاها. اول حاجة، ودي الطريقة اللي كلنا وكل المجرة عارفاها، الا وهي اني انا بعد ما بخلص يومي وغسل مواعيني لازم طبعا بتكوني حاطة زي اللي هي المصفة بتاعت الحوض دي مركباها، عشان لو بغسل مواعين وقع بقايا اكل، بقايا رز، بقايا مكرونة، نعناع، عاملة شاي بنعناع، اي اعشاب، اي حاجة، الحوض بتاعي ما يتسدش. لا يا رشا، ده انا خلاص الحوض اتسد بالفعل، هعمل ايه؟ هتعملي حاجة من الستة اللي انا هقولك عليها دلوقتي. واول طريقة، الطريقة التقليدية اللي كل المجرة عارفاها، ألا وهي إن أنا بعد ما خلص خلاص روقت بمطبخي وغسلت بوتجازي وغسلت الحوض، ألا إن أنا أجيب غلاية من المية المغلية، تمام؟ أجيب غلاية المية المغلية وبحط لتر كده في الحوض. طبعا قبل ما بترميه في الحوض بتسمي الله، بتقولي كلمة انتبهوا بصوت عالي عشان لا قدر الله ما يحصل لكيش مس أو حاجة وحشة، وأنت يا أختي مش ناقصة، أنت ممسوسة أنت ممسوسة من غير حاجة، تمام؟ يبقى أنا دلوقتي اول طريقه وسهله قوي وكلنا عارفينها، ان انا بحط غلايه ميه سخنه بالليل كده قبل ما انام، من منطلق بقى لو انا كنت بغسل حاجات فيها زيوت، الحوض مسدود، في دهون، في اي حاجه، يتفك معايا وما يتسدش بعد كده، تمام كده؟ تمام كده. في طريقه ثانيه سهله قوي وانا شخصيا بحبها، الا وهي حاجه رفيعه زي دي، يعني مثلا دي بتاعه شماعه، الشماعه اللي بنعلق عليها الهدوم، تمام؟ الحديده دي بتاعتها، ممكن لو انت عندك يا قلب اختك ابره تريكو برضو هاتيها، حلوه جدا. اي حاجه عندك شماعه من الشماعات اللي استلس دي، فكيها وخدي القاعده بتاعتها دي واشتغلي بيها. بعمل بيها ايه؟ برضو غسلت مواعيني ونظفت حوضي و في الاخر خالص قبل ما بنام بعمل كده في الفتحات اللي هي بتاعه الحوض، بيها استحاله هيتسد معاكي. طريقه سهله، ما اشتريناش حاجه من بره، ما فيش حاجه كلفتنا. معنى ان انا مثلا سي كنت بغسل الطبق مطرحه رز، مطرحه زيوت، مطرحه حاجات، وسبته النهارده الحوض، تاني يوم كذلك حطيت عليه حاجات تانية، عملت شاي بنعناع، غسلت الكوبايات، نزلت الحاجات دي في الحوض، فكله زي بيتجمع كده. لكن لما انت تقعدي تعملي كده يوم بيوم، كل يوم كده بعد ما تخلصي شغل في الحوض بتاعك بتعملي كده بحاجه رفيعه، مفيش حاجه بتتجمع، فبالتالي الصرف بتاعك بيفضل شغال، ودي انا شخصيا بحبها وعلى طول بعملها. في الطريقة الثالثة اللي طبعا كلنا عارفينها، اللي هي الكاوتشة، اللي بالمنظر اللي هتشوفيه قدامك ده، ان احنا بنعمل بيها كده بتسلك لنا الحوض ومية مية. سامعاكي يا اللي قاعدة بتتفرجي عليا وبتقولي لي يا رشا ده النوع ده منيل، ده انا جبته وناشفة على الحوض ما بعرفش استخدمها، ده انا خدتها رميتها. لو انت عندك وناشفة زي اللي عندي، ناشفة زي اللي عندي فلانة وناشفة، حضرتك قبل ما بتستخدميها بتجيبي كوباية مية سخنة بترميها عليها، بتطرى، تروحي عاملة بيها الحوض، هيتسلك ويبقى معاكي زي الفل. يبقى الناس اللي قاعدة تتفرج عليا وعندها الكاوتشة بتاعت تسليك الحوض بس يا رشا ده بتحجر وعاملة زي الحديدة وباجي اعمل كده ما بتعملش، قبل ما بتستخدميها عشان تطرى وترجع معاكي كأنك جايباها جديد، حطي عليها كوباية مية سخنة وضربتين في قلب الحوض، هيتسلك ويبقى معاكي زي الفل. 3 طرق تقليدية، طبعا كلكم عارفين ال3 طرق دول. هنيجي للطريقة الرابعة، وهي ان حضرتك انا عاوزه تسليك يا رشا من جوه، بقايا زيوت، بقايا دهون، كنت بغسل حاجات فيها سمنه، بقايا محشي، بقايا تحمير فراخ، كل ده الحوض من جوه بتاعي كله دهون. حضرتك هتجيبي لي عند العطار ب5 جنيه كربوناته او بنسميه اللي هو صودا الخب، هترميه في قلب الحوض بتاعك، تمام؟ وتحطي كوبايه كبيره من خل الطعام، وبعد كده هتلاقي فوران جامد قوي بيحصل، تحطي عليهم غلايه من الميه، تمام؟ يبقى ب5 جنيه كربوناته
كربوناته او معلقتين ثلاثة كربوناته وعليهم كوباية من الخل، هيحصل تفاعل رهيب قوي. هنزع عليهم بغلاية من المية، لو في دهون لو في زيوت وطبعا في المواسير من جوه، كل ده هينضف معانا وهيروح معانا في الحيل. الحركة دي لو عملتيها كل يوم جمعة زي النهاردة كده هتسلك لك الحوض طول الاسبوع، مش هتلاقي اي ترسبات او اي حاجة مسدودة تضايقك. تمام كده؟ تمام كده. دي الطريقة الرابعة وسهلة جدا وامر. سمع واحدة بتتفرج عليا بتقول لي يا رشا مع احترامي ليكي ده الحوض مسدود سدة سودة، ده الحوض مسدود اللي هو بقى بص ده الصرف كله بايظ وعملت اللي وخلاص، اللي هي المية في الحوض مش عايزة تنزل تحت. يبقى حضرتك هتاخدي بعضك وتروحي عند حضرتك هتاخدي بعضك وتروحي محل منظفات وتساليه على الفلاش. ايوه يا البختك، الفلاش ده اللي الناس بتقول عليه ميه نور. الفلاش ده من الحاجات الرهيبه جدا اللي هتسلك لك البلعات كلها في ثانيه الا ثانيه. الازازه رخيصه مش اظن ب 10 جنيه ويمكن ارخص كمان، ومن الحاجات الرهيبه جدا اللي بتزيل الدهون. في ناس بياخدوه بقى يغسلوا بالسيراميك وناس ياخدوه يغسلوا بالبانيو، طبعا كلكم عارفين الفلاش ده ومن الحاجات الرخيصه جدا. طب حضرتك ليه طريقه استخدام معينه؟ اه ليه طريقه استخدام معينه، وكنت قبل كده عملتها لك عمل فيديو من سنه كده تقريبا، اللي عشان لو انت حطيتيه في الحوض، الحوض بتاعك استلس، الحوض بتاعك نوع معين، هتلاقيه راح على طول صد وباظ منك. امال يا رشا بعمل ايه؟ حضرتك الحوض بتاعي كده في تحت اللي هي الماسوره اللي داخله في الحيطه دي، بتشدي الماسوره دي تطلعيها وبتروحي دلقه بقى في الايه، في الماسوره ذات نفسها اللي جوه الحيطه نص ازازه من الفلاش. يبقى مش بدلق في الحوض عشان الحوض ما يبص، لو استلس او حاجه هيتلاقيه نقر وباظ منك. بسيبني من الحوض تحت الحوض في الماسوره اللي نازله من الحوض بتبقى لازقه في الحيطه، بشيلها وبدلق نص ازازه الفلاش دي في قلب الحيطه او في قلب الماسوره اللي في الحيطه بمعنى اصح. هتسلك لك الدنيا دي، مجرد ما هتنزل طول ما هي نازله عماله تسلك لحد ما توصل للماسوره الام حرفيا. ودي طريقه سهله قوي، ده دي بقى لو احنا وصلنا الليفل الوحش في السددان وخلاص الدنيا خربانه. تمام كده؟ ودي الطريقه دي بحب اعملها من وقت للتاني، كل شهر شهرين كده، اللي هو لما تحس ان الدنيا خلاص هتبدا تبوظ فبروح عامله كده لزوم الدلع، اخلي المواسير تتسلك والحياه تبقى زي الفل. سامعة اختي اللي في الدول اللي في دوله من الدول العربيه بتقول لي يا رشا ايه الفلاش او ايه ميه النار دي، احنا ما عندناش الكلام ده. طب يا روح قلبي اكيد عندك حاجه ثانيه، وهي رقم 6 اللي هي برده حلوه جدا ونتيجتها يعني لا تقل كفاءه عن الفلاش او ميه النار اللي انا بحكي لك عنه ده، الا وهي الصودا او اللي احنا بنسميه البطاس او بتسموه بطش او بتسموه ديبوشار او بتسموه حجر تسليك المجاري، كل دي اسماء البطاس. موجود في الدول العربية تحت أي مسمى، لو أنت في دولة معينة في ناس بتقول عليه بطش، في ناس بتقول عليه ديبوشار، في ناس بتسميه حجر تسليك المجاري، ناس بتسميه صودا قوية، مش اللي هي صودا الخبز، صودا قوية، بطاس، بطش، كل دي أسماء ليه. هتروحي برضو عند محل المنظفات هتجيبي منه شوية، وليكن مثلا 8 كيلو 50 جرام، عاوزة حاجة كده صغيرة. برضو نفس الموضوع، مش برميه في الحوض فيبوظ لي الحوض اللي استلس ينقره لي، امال بعمل ايه؟ نفس الحركه، الحوض بتاعي فوق اهو نازل منه ماسوره لازقه في الحيطه، بفك الماسوره دي وبفتح الكيس اللي معايا بتاع البطاس ده، بحط منه معلقتين ثلاثه في قلب الماسوره. حلو كده؟ حلو. سدي بقى الماسوره تمام، رجعها تاني على وضعها، وتعالي فوق في الحوض حطي لي غلايه من الميه. اظن كده انت فاهمه عليا والموضوع بسيط والموضوع سلس جدا. ما تجيش تفتحي الماسوره وترمي لي شويه بطاس وترجعي تطلعي نصحه وتاخدي الغلايه وتوطي وتحطي، فتبصي تلاقي ابخره عماله تجيلك على صدرك عماله تشمي. يبقى يا فرحتي جبت لي الرئه وجبت لي جيوب انفيه، وعشان خاطر اسلك حوض جبت لي انا مشاكل تانية فوق. اتعاملي بالراحه كده ونقطه نقطه زي ما انا بقول لك، هتشيلي هتشيل الماسوره من تحت، هتحطي 3 4 معالق بطاس وتسديها تاني وتسديها تاني، هتيجي حضرتك من فوق تحدفي لي غلايه ميه، هتنزل بقى مع البطاس هتسخن جدا، هتسلك لك اي حاجه موجوده، لو سدد السنين حرفيا هيبقى بالظبط نفس مفعول الفلاش او نفس مفعول ميه النار. دهون السنين سدد موجود، عيل مثلا من ولادك وقع غطى ازازه ببلاعه، اي حاجه وقعت في البلاعه، شعر مش عارفه ايه، اي حاجه موجوده كل ده هيختفي في ثانيه. وبرده الحركه بتاعه البطاس دي بحب اعملها كل شهر او شهرين على حسب حاله السدد. يبقى مع حضرتك 6 حاجات رهيبه، من ضمنهم دي، من ضمنهم زي ما قلت لك غلايه ميه عاديه، من ضمنهم الصودا بتاعه الخبز اللي هو الكربوناتو، لو الحياه معاكي لطيفه لا ده الحياه زي الزفت
الضغط والحياه مسدوده والحوض ما يعلم بيه الا ربنا، هتعملي البطاس او هتعملي الفلاس زي ما قلت لك. ست طرق، اختاري لبختك الطريقه اللي انسب لك، الطريقه اللي اسهل لك حسب امكانياتك، حسب اللي متاح في بيتك. لو انت من النوع اللي بيهتم بالحير والافكار المنزليه وعايزه افكار وحاجات تانية كتير، ازاي تصلحي شاحن الموبايل اللي بايظ، ازاي تصلحي الثلاجه لو مش بتعمل سقعه او الكاوتشه بتاعتها بتسرب فمش بتسقع للميه، حاجات كتير قوي افكار وحيل منزليه تخصك، عليكي وعلى ملف اسمه ملف افكار وحيل منزليه، كله افكار حلوه قوي هسيبهولك في اول تعليق. يلا روحي بصي على ملف افكار وحيل منزليه، وما تنسيش اللايك بالله عليكي، اختم الفيديو بالصلاه على النبي محمد صلى الله عليه وسلم، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.